السلام عليكم الإخوان والأخوات جميع المتتبعين ديالي في على يوتيوب وفي الصفحة. هذه الطريق الجديدة، الطريق السريع تزنيت الدخلة، وهذا المقطع بين المعدر، يعني حدا المعدر، يعني الخرجه ديال تيزنيت المعدر. ما غاديش تدخل تيزنيت، كتاخذ الطريق الوطني رقم 1 والطريق السريع اكادير تيزنيت، ومني كتقرب لتيزنيت راه كيبان لك البلانو، كتشد هذا الطريق. الطريق الاخوان قبل ما تشدوها، لانه بعض الصفحات وبعض المواقع الالكترونيه كيكتبوا انه الاشغال انتهت في هذا الطريق، راه مازال ما انتهتش الاشغال، انما المقطع بين تقريبا معدر تر بونعمان انتهت فيه الاشغال، ولكن بونعمان تر قلميم راه باقي فيه الاشغال الاخوان. هذه لا سورتي ديال اكلو، الخرجه ديال اكلو الاخوان. غادي ديك هذه الطريقه الاخوان الا تحلات، يعني زويونه مختصره. ثانيا يعني ما فيهاش ذاك المشاكل ديال الطريق بحال ديك المشاكل اللي كنلقاو في مثلا بفلاف ديك الطلعه ديال الاخصاص وديك الهبطه نتاع ولا الطلعه ديال اغني مغارن. هاد الطريق كاينه واحد الطلعه حدا بونعمان هي كاع اللي صعيبه فقط، ولكن للاسف الشديد انه الا تحلت هاد الطريق غنلقاو تيزنيت الاقتصاد ديالها، تيزنيت لخصاص بيزاكار انتغانت، يعني غتمشي الاقتصاد ديالها، لان الاغلبيه ديال المسافرين غيشدوا هاد الطريق لانها مريحه الاخوان، وما كتدخلش حتى شي مدينه. اذا تبعوا معايا الاخوان، غادي نشدوها حتى رقليميم ان شاء الله. فما قلت لكم الاخوان، ها هي غير كتوصل لبونعمان كتلقى الطريق مقطوعه، وهاد الطلعه راه باقي فيها الاشغال كيف ما كتشوفوا. غير الله يسمح لينا من اليد العامله اللي كاينين هنايا، يعني تساعدوا معنا لولا هما، يعني فين غادي ندورو؟ ماشي غير انايا، لينا واحد العدد كبير ديال السيارات، وتلقينا مع الشاحنه الكبيره هزه بلا بريك داخل لهاد الطريق، ولكن ملي كيوصلوا لبونعمان كيلقاو الطريق مقطوعه، يعني كيدوروا واحد المساحه، واحد المسافه كبيره عاد يطلعوا ولا عاد يطيحوا في الطريق الوطنيه رقم 1 بين تيزنيت اوغلميم. اذا كنشكر بزاف العمال والحراس اللي تساعدوا معنا وحللوا لنا الطريق، لان عندي هنايا وناس في الطوموبيل. انا قلت واش محلوله، ولكن مني وصلت لبونعمان تفاجات بانه الطريق راه باقي فيها الاشغال. غتبعوا معايا وتشوفوا المشقه ديال الطريق وكيفاش جز في الطريق. قلت لكم لولا العمال راه غادي نطيح في المشكل. وكنشكر بزاف جميع اليد العامله اللي كتشتغل في هذا الطريق السريع بين بونعمان لقلميم اللي باقي فيها الاخوان الاشغال. اذا كيف ما كتشوفوا الاشغال باقيه هنايا في هذا المقطع بين بونعمان لقلميم، ولكن قلميم الداخل الطريق راه مقدم رجله الطريق السريع. هذا المقطع اللي باقي ان شاء الله غنلقاوه مستقبلا تحل، ما بقى لي والو ان شاء الله، وينتهي فيها الاشغال. وهنا الاخوان فاش بقي الاشغال كلها تضاريس واعره، يعني تقريبا شفتوا انه برافو الجروب مجازين. الجبل تقريبا تحفر من جهتين من اجل باش تجوز هذا الطريق وسط الجبل، وهاد المنطقه صعبه التضاريس الاخوان، كاين الجبل حتى تقريبا ابينو، وحتى ابينو تر الطريق يعني لا سورتي ديال قلميم على الطريق سيدي افني باقي فيه الاشغال، ولكن من ديك لا سورتي ديال سيدي افني تر الداخله انه الطريق راه مقدم رجله. اذا كيف ما كتشوفوا هنايا راه تشديت هاد لافوا، وما هاد لافوا راه فيه الاشغال. هاد لافوا الاخوان باقي فيها الخدمه، شتو الجبل راه شحال من الجبل بحال هذا تضرب الاخوان. شكرا للمجازين وجميع اليد العامله. بارك الله على جروب مجازين، كيف ما كتشوفوا واحد العدد كبير ديال الجبال هنايا تقريبا في جماعه
سيدي حسين على ما أظن جماعة بونعمان في هاد الجبال ديال الأخصص، شحال من شحال يعني من الجبل تضرب فوس ديالو، يعني برافو عليهم. كيف ما كتشوفوا راه شديت الاتجاه المعاكس، شديت لافوا اليسر، لانه لافوا اللي من اللي ممكن باش نمشي فيه، ولكن باقي فيه الاشغال. كيف ما كتشوفوا فيه الاشغال، هو فيه غنتمشى فيه، غير هو فيه مازال ما بدكوكش فيه لا بيس وفيه داك الحجار والى اخره. ولكن كيف ما كتشوفوا الاشغال غاديه، ان شاء الله قريب ان شاء الله غادي تحل هذا الطريق، ربما كاع الا تعطلت ان شاء الله غتجي تقريبا هذا المقطع اللي باقي في عيد المسيره ان شاء الله اللي جاي في الطريق. كيف ما شفتوا هذا دوفوا دابا، هذا لافوا ذاك لافوا راه بجد، وهذا لافوا حتى هو مجد، ولكن لافوا ديال اللي من مازال ما تكملش كيف لافوا ديال الليزر. ومني وصلت الاخوان تاني هذا المقطع، كيف ما كيبان لكم يعني القدر ما كيبانش كاع هنايا، والالات ديال الحفر كيف ما كيبان لكم هنا، ربما الا ما فيش كذب جماعه سيدي حسين وعلي التابعه للجماعه، عفوا اللي التابعه لنفوذ الاخصص على ما اظن دائره الاخصص جهه قلميم واد نون اقليم سيدي افني. دابا حنا كنتمشاو في الارض ديال سيدي افني، باقي الاشغال هنايا كيف ما كيبانوا لكم من الاشغال والالات ديال الحافر لي تراكس، باقي هنا نيت الاشغال، ولكن ان شاء الله كيف ما قلت لكم 100% 100% الاشغال غادي تنتهي، وغادي تحل هذا المقطع في عيد المسيره ان شاء الله اللي جاي في القدام ان شاء الله بجاه الله. شديت الفوال لي من تانا الاخوان، لان الفوال اليسر فيه الاشغال، الا جيتي بجوج باقي فيه الاشغال، غير الله يسمح لينا في اليد العامله اللي كاينه هنايا. كيف ما شفتوا حتى هاد الهضبات حتى هما راه تضربوا هاد الطريق ان شاء الله، راه بكل حقيقه فرحانين لها ان شاء الله، غادي تعود بمنافع خير ان شاء الله المنطقة ككل، وغادي تقرب المسافة. يعني طلعنا من دوك الجبال ديال الأخصص إقليم سيدي إفني، هنا دابا بارك الله الأرض مسطحة. شديت ثاني لافوا ليسر، لأنه دائما كنبدل بين لافوا ولافوا، واليد العاملة باقية هنايا، ولكن الأشغال بارك الله متقدمة، إن شاء الله عما قريب غادي تحل هاد الطريق، وغادي تولي الداخلة قريبة لأكادير، رغم بعد المسافة ألف وشي حاجة ديال الكيلومتر، ولكن هاد الطريق غادي تقرب جميع المدن الصحراء المغربية إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا الإخوان هنا الأرض مقادة مسطحة، وشجرة الأرقان في كل جهتين، والطريق إن شاء الله الطريق غادي تقرب كيف ما قلت لكم واحد العدد كبير للمدن المملكة المغربية كقلميم طنطان لوطية وكذلك طرفايا يغفنير طرفايا العيون بوجدور الداخله ان شاء الله، رغم البعد ولكن غادي تقرب المسافه اكثر. كيف ما شفتوا هنا ثاني مقطوع بجهتين، غادي نضطر باش نشد هاد لابيس، غادي نخرج كاع الطريق ونشد هاد لابيس، لان تما كيف ما شفتوه مقطوع، غادي نشد دابا هاد الطريق حتى تبان لي ثاني فين غادي ندخل وندخلو. هنا حس ديال بنادم راه ما كاينش فيها، بعض الطوموبيلات تبعوني اللور، وشي وحدين اخرين راه سبقوني. المهم غادي نشد دابا هاد لابيس على ما يبان لي فين ندخل وندخل. دائما الاراضي ديال اقليم سيدي افني، يعني دخلت ومني دخلت تاني كيف ما كيبان لكم هنا لي فوا بجوج راه مقادين مريكلين، لانه دابا راه دخلنا لعمالات اقليم سيدي افني، عفوا سي قليميم، يعني فتنا اقليم سيدي افني.
والجبال ديال قلميم راه هما كيبانوا على اليسر، يعني الجبال ديال قلميم ها هما كيبانوا على اليسر الاخوان. والطريق هنايا راه مقاده مريقله، وحتى الوسط فين يدوز الماء ديال المطار ديال الشتا هو راه مقاد مريقل. يعني الاشغال جد متقدمه هنايا، غير في دوك الجبال ديال بونعمان باقي فيه الخدمه الاخوان. اذا قربنا لمدينه قلميم، يعني كنقربوا شيئا فشيئا، والجبال ديال قلميم ها هما راه كيبانوا. فتنا الاخوان عين ابينو، وفتنا حتى المطار ديال قلميم. اذا بين ابينو تقريبا الطريق ديال افني مقادة. هنا الاخوان غادي ندخل الطريق ديال سيدي افني، هذا المخرج ديال قلميم، يعني غندخل لقلميم على مستوى الطريق سيدي افني قلميم الاخوان، حدا نيت المدار فاش كاين الطريق اللي كتدي لابينو والمطار ديال قلميم. ها انتم كتشوفوا كتبان لكم الطريق المداريه، ولكن من هنا دابا تسار الداخله راه مقاد مريقل الاخوان، يعني لا سورتي الاولى ربما كاينه الثانيه في قلميم على الخرجه على ما اظن. هذه الطريق سيدي افني قلميم. دابا قلميم بقات ليها تقريبا غير واحد 4 كيلومتر الاخوان. هذه الطريق قديمه، هذه الطريق قديمه، الطريق اللي كيستعملوا المسافرين بين قلميم على سيدي افني عبر قبيله اي صبا عمران الاخوان. القدام راه غيبان لكم المدار، المدار العلامه ديالو شتوها هي هذه العلامه، هذا المدار على اليسر فاش كاينه الطريق اللي كتدي لابينو والمطار. ها هي هي هذه دابا الطريق اللي كتدي للمطار لابينو على اليسر ديالنا، وانا شديت الطريق ديال قلميم، وحنا دابا في المجال الحضري ديال قلميم الاخوان. يعني الباب انا كيبان لي دابا الباب على مستوى الطريق سيدي افني قلميم، ولا الباب باب الصحراء، ذاك الباب اللي كيعطي لينا العلامه ديال قلميم، انا كيبان لي من هنا الاخوان. وحنا في المجال الحضاري. اذا الطريق الاخوان راه ما كتدخلش لا لقلميم، الطريق المداري راه ما كتدخلش لا لقلميم لا لطلطان لا البلايا لا يخف النير لا البوجدور لا العيون لا الطرفايا لا للداخله، يعني بحال قلت لي الطريق مداريه. دابا ديك الطريق مداريه ديال قلميم انا يلاه خرج دابا الطريق السريع، ولا يعني بارك الله، واخا قلت انا الطريق السريع راه بحال الاوتوروت، بارك الله بحال الاوتوروت الشكل ديالها الاخوان، بحال الاوتوروت حتى المحطه الاستراحه بحال الاوتوروت اللي بان ليا، اللي بانت ليا العلامه في محطه الاستراحه ديال بونعمان. ها مدينه قلميم الاخوان هي هذه دابا اللي كتبان لكم قدامكم، وها الباب ديال قلميم ولا باب الصحراء، ها هو انفاس ديالنا هو هذا الاخوان. دابا غندخل مباشره لمدينه قلميم وغندير لكم مشاهد نهاريه وليليه ان شاء الله. اذا هذا هو الاخوان المدخل ديال مدينه قلميم على طريق سيدي افني، بعد ما فتنا الباب اللي كيعطي لنا العلامه ديال قلميم، ذاك الباب باب الصحراء اللي عندها قلميم واحد العدد كبير ديال الابواب. منها الاخوان هذا الباب اللي شفتو ديال سيدي افني، كاين الباب ديال قلميم اكادير على طريق اكادير، وكاين الباب على طريق طنطان، وكاين الباب على طريق اسا، مدخل ديال مدينه قلميم الاخوان. اذا الاخوان وصلت لمدينه قلميم بعد المعاناه ديال الطريق، ديك الطريق اللي شفتو الطريق السريع في زمن الزحمه بعض الاشغال خاصه بين بونعمان تار تقريبا لا ديال قلميم، باقي القناطير تما، باقي غير الاشغال تما، خرج لابيس دخل لابيس. وكنشكر جميع الحراس اللي تما كيحلوا لنا البيبان ولا كيحلوا لنا الطريق باش نجيو لولا هما واهي فين غنمشيو وفين غادي ندورو، لانه وقعنا في الغلط دخلنا لديك الطريق السريع بدون ما نعرفوا انها راه مقطوعه في اي تبرايم. اذا احنا في مدينة قلميم اليوم على الجمعة 9 غشت 2024 الاخوان. هذه هي مدينة قلميم
باب الصحراء هذا الطاكسي، في الطاكسي اللون الحمراء مخطط بالبيض، قلميم ومشاريع كبرى في طريقها إلى مدينة قلميم كالمستشفى الجامعي وتصفية مياه البحر ومشاريع أخرى كبرى في طريقها إلى مدينة قليميم ستغير باب الصحراء إن شاء الله. قليميم 90% ديال النساء مدينة قليميم يرتدون اللباس الحاف، و 80% من الرجال يرتدون الدراعة الصحراوية. هذه هي قليميم، ما درتش لكم المشاهد نهارية حيت اليوم الجمعة والحرارة يعني ما سمحتش لي باش نخرج برانصور لكم. بكل حقيقة الحرارة هنا مرتفعة بزاف. باب الصحراء ولاية جهة قليميم واد نون إقليم قليميم باب الصحراء الله الوطن الملك، هذا هو الشعار ديالنا، كنلقاوه في كل مدينة، كيبان من تقريبا بين إسبانيا والمغرب جبال طنجة المتوسط وفي أكادير وهو في قليميم فيما مشيتي، هذا هو الشعار ديالنا الحمد لله، الله ينصر سيدنا. هذه هي مدينة قليميم الإخوان، كيف ما قلت لكم أنه ما استطعتش باش ندير لكم الفيديوهات نهارية على ود الحرارة المرتفعة، يعني الحرارة مرتفعة بزاف هنا في مدينة قليميم، ولكن دابا الحمد لله الجو زويون. دابا هادي دابا 8:04 ما بقى والو الشمس باش تروح، داكشي علاش خرجت على رجليا باش نستاري هاد الحي. من بعد ان شاء الله ندير لكم واحد الجولة ليلية في مدينة قليميم، المدينة الجميلة والهادئة، والمدينة ان شاء الله اللي جاي لها واحد العدد كبير ديال المشاريع غادي تغير الملامح ديالها مدينة قليميم ان شاء الله. الله يلا عيث الاخوان، ضرب شي 3 كيلومتر تطلع على رجليا من اجل نقرب لكم الشعار ديال مدينة قليميم. ها هو الاخوان شفتوه، هو هذا كان الاخوان الطريق دابا فاش كاينه الاخوان، طريق اكادير راه هيك بيزكار نطاطا الى اخره. هاد الطريقه الاخوان راه هي هادي كتدي الاخوان الاسا الزكا، اسا الزك مدينة قليميم راه هي كالاخوان. ممكن نطلع واحد شويه الفوق باش نقرب لكم مدينة قليميم في الاعلى. انا دابا خارج مدينة قليميم وهالجبال ديال واد نون هما هادو الاخوان، وهادي الطريق ديال اكادير بيزكارن لاقصاص طاطا وجهات عدة، وهاد الطريق ان شاء الله كتدي مباشرة لمدينة اسازاكا. اذا يلا نطلعوا لفوق واحد شوية ان شاء الله. الله اكبر، هذا انصرت المغرب هنا بمدينة قليميم، والجو هنا رائع يا الاخوان رغم العياء. ها هي مدينة قليميم، شفتوها، هذه هي مدينة قليميم، مدينة قليميم ثاني أكبر الحواضر في الصحراء المغربية، يعني مدينة قليميم كبيرة ومشاريع كبرى ضخمة جاية ليها كمستشفى جامعي، كلية الطب، تصفيات مياه البحر، وكذلك توليد الكهرباء وتصدير الكهرباء إلى بعض الدول الأوروبية. هذه هي مدينة قليميم الإخوان وما أجملها. شو هذا المغرب الإخوان، هذا صلاة المغرب. تعيت الإخوان الشعار ديال مدينة قليميم باب الصحراء، مدينة قليميم يا الإخوان. درت معكم هنا واحد 3 كيلومتر طلعة
من اجل اقرب لكم قلميم في الاعلى. ما شفت الاخوان، ها هي مدينه قلميم، ثاني اكبر الحواضر في الصحراء المغربيه، ومشاريع كبرى جايه ان شاء الله لمدينه قلميم. قلميم يا ساده، هذه هي قلميم الاخوان، مدينه قلميم واذان المغرب الاخوان. هذه هي مدينه قلميم الاخوان، وكتكون نشيطه بزاف بالليل لانه بالنهار درجه الحراره مرتفعه، داكشي علاش الاغلبيه ديال السكان كيخرجوا في العشيه خاصه مورا المغرب، لانه الجو على برا بارد وزويون ونقي، اما داخل المنازل اللي ما عندوش كليماتيزور راه محال باش تجلس بين الحيوطه. هذه هي وسط مدينه قلميم الاخوان، طنطن طريق طنطن اللي هي، اما الطريق اكادير اخوان من هنا، ها هي هذه هي الطريق اكادير، وهذه هي سونتر فيل وسط المدينه. خصكم الاخوان اللي جاي لقلميم يشرب اتاي، ما تشدوش القهوه في القهوه، شربوا اتاي. قلميم مواليها كيعرفوا الاتاي، اتاي الشعراء قوم شحروا وكذا. وكانوا خصكم الا جيتوا لقلميم كل اللحم ديال الجمل راه زويون ورقي هنايا، وكلوا داك ديك الشحمه اللي كتكون في الدار ديالو حتى هي، والريه الريه ديال الجمل راه صحيه. هادشي معروف فيه بزاف، معروف به عفوا، معروف به بزاف في مدينه قلميم الاخوان. كيف ما قلت لكم الاخوان، ها اتاي قلميم معروفه باتاي وكيسان حياتي. شوف اتاي بالرزه، راه كادير ما كيديرش ليا الرزه هنا، في السويت كيدير الرزه، شفتوها في السويت كيدير الرزه. اذا كنوصيكم الاخوان اللي جا لقلميم عليه باتاي، اتاي الاخوان. خلينا على اتاي الرباطي ولا اتاي البيضاوي ولا اتاي المراكشي ولا اتاي الطنجاوي الشمالي ولا ولا اتاي الوجدي، خلينا على اتاي. بغيتي اتاي المعقول الشعراء، اتاي بلا النعناع بلا عشو، اتاي بالكشكوشو الا نتاع الشق ديال اتاي، وبغيتي تعرف المذاق ديال اتاي عليك بزياره مدينه قلميم، عليك بزيارة مدينة قلميم وبهاد الكاس ديال حياتي وأتاي بالمعنى. أتاي الشعراء كتشربو كيتحل ليك المجاج، وكتبان ليك الطريق على ما تشد البولات، تشدها من قلميم الدار طنجة. أتاي الصحراوي الإخوان، أتاي الصحراوي، أتاي الشعراء، اتاي من قلميم يا ما احلاها اتاي. كيف ما قلت لكم الاخوان، اللي جا لقلميم يجي ياخذ وياكل اللحم نتاع الجمل ولا الابل، يعني يا سلام، قلميم معروفه بلحم الابل واتاي الشعرة. يعني الا جيتي لقلميم ما كليتيش لحم الابل ولا لحم الجمل وشربتي بريري داتاي من قلميم كانك ما زرتيش قلميم. كنوصيكم وكنوصيكم ونعاود نوصيكم زوروا قلميم، الا جيتوا لقلميم خذوا معكم شي شوايه ولا شي طاجين ولا شي طنجيه الا شي حاجه ديال لحم الجمل وكاس داتاي براد داتاي اتاي الشعرة. البهجة الاخوان، عند البهجة، عند البهجة كاينة طنجيات الجمال، كاينة طنجيات الغنم، طنجيات المعزي وطنجيات البقري، ولكن كنوصيكم بطنجيات الجمال، لحم الجمال، لانه لذيذ ومفيد وصحي. وسط المدينة، مدينة قلميم الإخوان، قرب لكم الإخوان واحد الجزء الصغير في مدينة قلميم، خاصة الطريق السريع أو طريق السيار في زنيت الداخلة، لما لا نقولوا أكادير الداخلة
الاخوان غير نوصيكم انه اللي جاي لانه الفيسبوك وبعض الوسائل بعض المواقع التكنولوجيه كيقول انه الطريق راه محلوله بين هذه بين تيزنيت ترغلمين. كنقول لكم لا بتاتا راه ما محلوله شيء الا تبعتي الطريق الى درتي على قريبا طريق اكادير حدا المعدري الا قربتي تدخل تيزنيت تما كتلقى البلانو فيه اكلو وتيزنيت على قوت الله اكبر العيشه هذا ما فيهش قلميم ما فيهش شنطان يعني بلاصه قلميم طنطان العيون الداخله راه مغطي بسكوتش كحل ايدان راه ما كاملاش الطريقه تبعو ديك الطريق ولكن بونعمان تماك غاتوحلو غير انايا ماشي غير انا واحد العدد كبير ديال السائقين ديال السيارات طاحوا في ديك الطريق السيارات الصغيره كيتعذب شي شويه لولا لطف الله والعمال اللي خدامين تمايا وبعض الحراس اللي شافوا فينا انه غنتكرفصوا فين غندورو ثاني باش نشدوا الطريق الوطني رقم واحد حنوا فينا وحللوا لنا الطريق غنتعذبوا صراحه تقال فهلي فين غادي ندور ولكن حلوا لنا الطريق كاين الغبره كاين الشكوس كاين لابيس كاين وزيد كاين اليد العامله كاين اذا كنشكر بزاف العمال والحراس ديال الطريق بين بونعمان القلميم وكنشكر شركه مجازين جزاهم الله خيرا يعني ما خلوناش نتكرفصوا في ديك الطريق حتى خرجنا تقريبا في الطريق سيدي افني قلميم حدا قلميم نيت حدا الملتقى ديال ابينو اذا الى اللقاء الاخوان في فرصه قادمه ان شاء الله دائما مع اخوكم عبد الله اقدود منطقه الى منطقه ان شاء الله عن مقارب مدينه تيزنيت امجاد موسم سيدي احمد وموسى كونوا معي ان شاء الله ودائما اخوكم عبد الله اقدود في الحادثه.